صفحة 18 مشكلة 17 خلصت ها؟ خلي دول جنبك يلا خليهم جنبك ليش براهم خليهم جنبك صفحة 18 فين؟ من أول وهل مش كده؟ طب خد كمان دي عشان ما تبصرش حطهم فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا إلى قوله رضي الله تعالى عنه في شرح السنوسية الكبرى، قول الإمام السنوسي، ومعه في الحاشية حاشية مين؟ الشيخ إسماعيل الحامدي رضي الله تعالى عن الجميع، ورضي الله تبارك وتعالى عن مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه: وهل الرب بين الدليل والنتيجة عادي فيمكن تخلفه؟ لأن الربط العادي يمكن إيه؟ تخلفه. أما إذا كان الربط عقليا لا يمكن إيه؟ إيه المثال في الربط العادي والربط الإيه؟ العقلي. الربط العادي كالربط بين الإحراق وبين النار، بين النار والإحراق. فالربط بين الصوت شوية كده مش واضح الصوت. هل الربط بين الدليل والنتيجة؟ طبعا الدليل يعني ايه؟ يعني المقدمات، شنو المقدمتان الصغرى وايه والكبرى. هل الربط بينهما عادي؟ يعني زي الربط بين النار والإحراق، يبقى كده ايه رسم ربط عادي، لأنه يمكن تخلفه. يعني معناها ايه؟ معنى يمكن تخلفه يعني ممكن توجد النار ولا يوجد الإحراق كما فعل مع مين؟ لأنه لو كان لا بد، إذا كانت هناك نار ووضع فيها شيء لو الشيء الذي يحرق بها، لو كان لا بد يبقى ربط ايه؟ ربط عقلي. فهمنا ايه الفرق بين الربط الايه؟ العادي وبين الربط العقلي. الربط العقلي يعني معناها تلازم بين شيئين لا يمكن تخلفه، فإذا وجد اللازم وجد الملزوم، وإذا وجد الملزوم وجد اللازم. خلاص كده؟ يعني مثلا في أحيانا يبقى إيه؟ في تلازم من الجانبين، وأحيانا يبقى التلازم من جانب واحد. يعني مثل إيه التلازم اللي هو من الناحيتين؟ زي التلازم بين طلوع الشمس وبين وجود النهار، يبقى يلزم من طلوع الشمس وجود، ويلزم من وجود النهار طلوع الإيه؟ الشمس. واحد يقول لما في أيام كثيرة بالنهار عمره من زي النهاردة، فين الشمس؟ قال لك يا بني آدم هي طالعة لكن محجوبة بسبب الغيوم، لكن هي ليست ايه ليست غائبة، بس في ايه زي مثلا واحد دخل في غرفة وراح اغلق الايه الشبابيك وعمل الستائر ونور الكهرباء،
ليه؟ يقول لك اصله ما فيش ايه شمس. لا بيفتح الشباك يبقى الشمس ايه موجوده، يبقى في تلازم بين طلوع الايه ها الشمس وبين وجود الايه النهار، والتلازم هنا من الايه من الجانبين. لكن احيانا يلزم ايه يكون من جانب واحد، مثلا ايه يلزم في تلازم من جانب واحد مش من الاثنين. يلزم من قطع رقبة الايه الانسان موته، في انسان يقطع راسه يبقى حي، يبقى يلزم من قطع الرقبة ايه الموت، لكن لا يلزم من الموت قطع الرقبة، قد يكون ضرب بالرصاص او ديس بالنعال اي حاجة، مهم مات. لكن مش معنى كده انه كل من مات قطعت ايه، انما كل من قطعت رقبته مات. فهنا بيتكلم عن ايه سيدنا الشيخ، بيقولوا هل حظك لسه في البدايه، وهل الربط، الربط يعني التلازم بين الدليل والنتيجه، يعني في مقدمتين وفي نتيجه، يعني لازم يكون فيه نتيجه، اذا كانت فيه مقدمات قال لك هو لازم، بس هل اللزوم ده، ده هنا الاختلاف، هل هو ايه عادي؟ ولذلك ايه قال فيمكن تخلفه، يعني اذا كان اللزوم عاديا يمكن ايه، اما اذا كان عقليا فلا، لو كان اللزوم عقلي. ولذلك التلازم العادي ده يمكن تخلفه، كيف ذلك؟ بخرق العاده، العاده تخرق فيحدث انفكاك بين اللازم والملزوم، وهذا هو عمل او شأن المعجزات. المعجزة تعرف ايه؟ امر خارق للعادة. خد بالك المعجزات تخرق التلازم العادي لكن لا تخرق التلازم العقلي، وإلا مش هيبقى في حقائق. التلازم العادي هو اللي ايه اللي تعمل فيه المعجزات، انما التلازم العقلي لا ينفعش. واضح؟ يعني مثلا جدول الضرب ده في تلازم عادي ولا في تلازم عقلي؟ تلازم عقلي، 7 في 7 بكام؟ يعني يلزم من ضرب 7 في 7 انه يكون الناتج 49. لو افرض مثلا جات معجزه ممكن يكونوا 47 او 50، لا، لانه هذا. ولذلك لو جاءت معجزة تخرق التلازم العقلي فكذب بها وليس عليك حرج. ما فيش معجزات تخرق إيه؟ المعجزة أمر خارق لإيه؟ للعادة. يبقى في فرق بين التلازم الربط، تلازم يعني ربط بين أمر وأمر، في ربط عادي وفي ربط إيه؟ الربط العادي ده ممكن يتخلف، إنما الربط العقلي لا. ولذلك بيقول هنا في تلازم، ما دامت في مقدمتين يبقى في ايه؟ لا يا بني ادم، وانا بعرف في مقدمتين في نتيجه، فانا بتكلم عن التلازم بين الدليل اللي هو المقدمات وبين النتيجه. وانت كده بتردد زي صدى صوت. لا، وهل الربط بين الدليل والنتيجه عادي فيمكن ايه؟ او عقلي فلا يمكن. عند نفي الآفات خد بالك، يبقى كلمة عند نفي الآفات راجعة على ايه؟ ما راجعش على عقلي. لا، فلا يمكن تخلفه عند نفي الآفات كالموت ونحوه، خلاص كده، فلا يمكن التخلف، خلاص كده، عند نفي الآفات أو عقلي. العقل خلاص مش مرتبط لا بآفات ولا تلازم، إيه ده؟ عقلي. إذا كلمة عند ده مرتبطة بالعادي، يعني عاوز يقول لك إيه؟ يمكن ده يتخلف بس لو في آفة زي الموت، واحد مثلا عمل الإيه جاب الصغرى وجاب الكبرى وراح إيه؟ مات. يبقى حصل تخلف، بس لو يقول لك لا التخلف ده يمكن عند نفي الآفات، ما إذا كان في آفات هيتخلف قطعا. فالمراد بكلمة عند نفي الآفات ده في التلازم الإيه؟ يعني يتخلف عند نفي الآفات أو لا.
اللي هو العادي، هو يتخلف حتى لو ما فيش آفات، يمكن يمكن خلاص. أما عند وجود الآفات فلا بد من الإيه، ونتكلم على الإمكان على الجواز. لا، أصل العقل مش مرتبط بعقل، هو كده لا، ليس مرتبط لا بآفات ولا بغيره، وثابت في نفسه. فلا يمكن عند نفي الآفات العامة، طبعا قلنا في آفات عامة وفي إيه آفات خاصة. إيه العامة؟ الموت. ليه؟ لأن الموت زي ما قلنا إيه فن الكلام اللي في الحاشية، لأن الموت بيقول العامة يعني المانعة من الإدراك مطلقا، زي يسموها عامة يعني لا تمنع الإدراك في النتيجة، وإنما تمنع الإدراك مطلقا. أي إدراك، سواء كان إدراك النتيجة اللي هي مرتبة على المقدمتين أو الإدراك بصفة عامة تمنعه، اللي هي الآفات الإيه العامة زي الموت ونحو الموت. نحو الموت يعني إيه اللي نحو الموت؟ الجنون. وإيه تاني؟ النوم، نام فجأة كده يعني وغفل، ها؟ والإغماء، خلاص هاي كله ده نحو. واضح كده؟ لا. يبقى هنا بيقول هل الربط بين الدليل والنتيجة عادي فيمكن تخلفه عند نفي الآفات العامة كالموت ونحوه؟ فيمكن التخلف، ماشي كده؟ أو عقلي، يعني أو عقلي فلا يمكن إيه التخلف، فهمنا؟ أو بالإيجاب، أو بإيه؟ بالإيجاب. يبقى الأول خد بالك كلمة فيمكن تخلفه، يعني إذا كان عاديا، إذا كان ربطا عاديا يمكن تخلفه، وإذا كان ربطا عقليا فلا يمكن تخلفه. هذان القولان اللي هو الأول والثاني، هذان في الربط والتلازم. يبقى القولين دول في إيه؟ في الربط والتلازم. أما القولان الأخيران في التأثير، يعني وجود النتيجة، مين اللي أثر في إيه فيها؟ ولذلك هنا بيقول أو بالتولد. يبقى القول ده اللي هو بتاع المعتزلة، والقول اللي بعده في التأثير، والقولان الأولان في الربط. ولذلك الشيخ اليوسي كما أخبرتكم في الدرس الماضي قال ما فيش إيه تنافي، قال هذا إيه التقسيم غير مناسب، لأن القولين الأخيرين في التأثير والقولان الأولان في التلازم، ولا تنافي بين الأقوال. ليه؟ لأنه قول إمام الحرمين، عارفين ماذا قال إمام الحرمين؟ قال إيه؟ قال إنه التلازم بين النتيجة، بين المقدمتين وبين النتيجة تلازم عقلي. مع إذن قول إمام الحرمين لا ينافي قول الفلاسفة في إيه؟ في أن الربط بينهما ربط عقلي. أما اللي ينافي في أن الفلاسفة قالوا التأثير بالإيه؟ بالعلة والمعلول، وإمام الحرمين قال بفعل القادر المختار. فإما هي معنى كيف يكون عقلي وكيف يكون بفعل القادر، معنى كده حيوافق الإمام الأشعري؟ لا، لأن الإمام الأشعري عنده التلازم عادي، الإمام الأشعري وافق المعتزلة، شوف كده، والمعتزلة وافقوا في الرب. أما إمام الحرمين وافق الفلاسفة فإنه التلازم عقلي، ولم يوافقهما في التأثير، بمعنى أنه كيف يكون عقليا؟ قال الله تعالى يعني القادر المختار إما أن يخلقهما معا وإما أن لا يخلقهما معا، يعني لا توجد المقدمات من غير النتيجة ولا بالربط بينهما عقلي، ومع ذلك إيه بتأثير مين؟ بتأثير القادر المختار، بخلاف كلام المعتزلة جعلوا التأثير للإيه؟ للفاعل المختار وهو العبد، وجعل الربط عادي يمكن تخلفه، إلا أن التأثير ليس لله وإنما المين للعبد. المسألة وضحت معكم؟ وهم كان قول أربعة أقوال، بقول إمام الحرمين اللي هو مين في الجويني،
يوافق قول الفلاسفة من جهة الرب لا من جهة التأثير، وقول الإمام الأشعري يوافق المعتزلة من جهة أن التلازم عادي وليس من جهة التأثير، لأن القدرة القديمة هي التي أثرت عند الأشعري، وعند المعتزلة التأثير للقدرة الحادثة. الآن وضحت الأمور عندكم زي الشمس. نجي بعد كده بيقول أربعة أو بالتولد، يبقى هنا كلام مين كده؟ أو بالتولد بمعنى أن القدرة، وده قلنا الترتيب التقسيم الصحيح كان المفروض يقول يقول كده. وهل النتيجة، كان بدل ما يقول لك وهل الربط بين الدليل عائلة، كان المفروض يقول كده وهل النتيجة بخلق الفاعل المختار أو بالتولد أو بالتعليل. هذا الكلام في التأثير، يعني وجود النتيجة عقب المقدمتين دي بخلق الفاعل المختار ولا بالتعليل ولا تاني ولا بالتولد. فهم قوله دول ثلاثة على القول الأول اللي هو لا يعني بقسمت كده، وهل النتيجة بخلق الفاعل المختار أو هذا الأول أو بالتولد ده الثاني أو بالتعليل ده التقسيم المفروض يكون كده، وعلى الأول اللي هو أنها بخلق مين؟ طيب هل الربط بينها وبين الدليل هل عادي؟ اللي هو كلام مين؟ ماشي. أو عقلي وهو كلام إمام الحرمين مين؟ الفلاسفة. أو يقال هل النتيجة بالاختيار أو بالتعليل؟ يبقى حشتينهم بدل ثلاث. على الأول هل هذا الاختيار للباري أو للعبد، وسواء كان لله أو للعبد فهل هو عقلي أو عادي؟ كده التقسيم واضح زي الشمس. الأول نقسم ثلاثة ثم نقول على الأول كذا وعلى الثاني وهكذا، واضح؟ وهل الربط بين الدليل والنتيجة عادي؟ عادي ولا فيمكن تخلفه أو عقلي فلا يمكن عند نفي الآفات العامة كالموت ونحوه التخلف. يبقى إذن كلمة التخلف دي فاعل فاعل كلمة التخلف لا فيمكن تخلفه أو فلا يمكن أي التخلف، ماشي جميل. أو بالتولد، هي معنى التولد أو اللي هو كلام مين؟ كلام المعتزل، بمعنى أن القدرة الحادثة. أنتوا عارفين إيه معنى التولد؟ أن يوجد فعل لفاعله فعلا آخر. المثال حركة اليد، خلاص في الماء مثلا حركة اليد، مين فاعل الحركة؟ أنت. فحركة اليد تولد منها فعل آخر اللي هو اضطراب الماء. أو حركة الإصبع، أنت حركت إصبعك فتحرك الخاتم، فأنت الفاعل اللي أنت حركت يدك، وحركة الإصبع دي حركة مباشرة، وحركة الخاتم حركة متولدة. يبقى أن يوجد الفعل لفاعله فعلا آخر، وجاب مثال كحركة اليد لحركة المفتاح، واضح كده؟ قال أو بالتولد، وشرح التولد بقوله بمعنى أن القدرة الحادثة أثرت في وجود. عاوزين نطبق هنا على الكلام اللي عندنا، لما ما عندناش الآن يد ومفتاح، عندنا قدرة حادثة وعندنا نتيجة، ولكن النتيجة خد بالك اسمك انت السيد، خد بالك يا عم السيد، النتيجة دي بتأثير القدرة الحادثة، لكن ليست مباشرة وإنما بواسطة تأثير القدرة الحادثة في النظر. يبقى النظر هو تأثير القدرة الحادثة،
صح. والنتيجة هي تأثير النظر. يبقى كده أوجد الفعل اللي هو إيه؟ أوجد الفعل اللي هو النظر، النظر تأثير النظر. المقدمتين. أوجد الفعل اللي هو إيه؟ النظر، النظر ده، النظر ده ده إيه؟ الفعل المباشر. الفاعل اللي هو الذي ينظر. فأوجد لفاعله، يعني أوجد النظر للناظر فعلا آخر اللي هو النتيجة. عندما نظر ولك بمعنى أن القدرة الحادثة أثرت في وجود النتيجة، بس مش تأثير مباشر، وإنما بواسطة تأثيرها في النظر. ده كلام مين؟ طيب نجي بعد كده أو بالإيجاب. ده كلام الفلاسفة. هي معنى أو بالإيجاب؟ الإيجاب ده يعني بمعنى أن النظر علة أثرت في وجود المعلول اللي هو النتيجة. يبقى هنا في علة ومعلول، فين المعلول؟ المعلول النتيجة، والعلة هي إيه؟ الله. يبقى كده أربعة إيه؟ أقوال. خلاص كده. الأول اللي هو إيه؟ اللي هو الربط بين النتيجة والمقدمات، ربط عادي بمعنى يمكن تخلفه، يعني يمكن توجد المقدمات ولا توجد النتيجة. ده مذهب مين؟ طب لكيف واحد يقول لي كيف يبقى فيه مقدمتين وما فيش نتيجة؟ لأن النتيجة بخلق الفاعل المختار. أجر الله تعالى في العادة إنها توجد مع أو عقب الإيه؟ النظر في المقدمتين. لكن الخالق للمقدمات والنظر نفسه والخالق للنتيجة هو الله تعالى. والله تعالى شاءت إرادته أن يجعل بينهما ربط، يعني تلازم، ولكن يمكن أن يتخلف، بمعنى أن يوجد النظر ولا توجد النتيجة، زي موضوع الربط بين الإحراق وبين الإيه؟ بين النار وبين الإحراق. ده كلام مين؟ كلام الإمام الإيه؟ الأشاعرة. ليه؟ لأنهما فعل مين؟ القادر المختار. فإن شاء أوجد أحدهما ولم يوجد الآخر، وإن شاء أوجدهما معا. فهذا يسمى ربط إيه؟ ربط عادي، زي الربط بين الزواج وبين الإنجاب. واحد يتزوج وينجب على طول من أول ليلة، واحد يقعد 20 سنة وراح ما فيش، ويعمل علاج وعملية ومش ما فيش شيء، خلاص بيحصل ما بيحصلش. يبقى توجد ليه المقدمات ولا توجد ليه النتيجة؟ ليه؟ لأن الله لم يشأ أن يخلقها. بس هذا اللي هو أن ربنا لم يشأ، ده اسمه إيه؟ أمر خارق للعادة، مش هو العادة ده. ولذلك إيه معنى التخلف؟ يعني أن تخرق، بمعنى أن تتخلف الإيه؟ العادة. طيب نيجي بعد كده ايه؟ او بالايجابي، بمعنى ان النظر الا اثرت في اربعة مذاهب. الاول مذهب مين؟ عرفنا هو الاول هو الربط العادي، والثاني مذهب مين؟ امام الحرمين، وهو الصحيح. طبعا كلمة السيد بعد الصلاة ان شاء الله. اهو شوف هنا أما نفي الأفاد العامة تمنع الإدراك مطلقا، سواء الإدراك بين التخلف ليس لذاته ولكنه لأمر آخر، أمر خارجي، يعني هو في ذاته لا يمكن إيه؟ تخلفه. أما العادي في ذاته يمكن إيه؟ تخلفه. فلا يمكن عند نفي الآفات العامة، وإن الآفات عامة وإيه وخاصة. العامة اللي هي تمنع من الإيه؟ الإدراك إيه؟ مطلقا. أما الخاصة كالعلم بالمطلوب فإنها لا تمنع، اللي هي الآفات الخاصة، من الإدراك مطلقا، بل
من إدراك النتيجة فقط، من الإدراك بل من العلم بذلك الشيء فقط، لأن العلم بالشيء مانع من تجدد العلم به من الدليل لما يلزم من تحصيل الإيه الحاصل. أربعة إيه مذاهب. مذهب الأشعري عرفناه، مذهب إمام الحرمين وهو الصحيح، إن الربط بين المقدمة أو المقدمتين أو الدليل وإيه والنتيجة ربط إيه ربط عقلي. ومع ذلك ليس هذا هو قول مين؟ قول الفلاسفة، لأن الفلاسفة قالوا إن الربط عقلي، ولكن إيه أثر العلة بالإيجاب، يعني في تلازم بين العلة ومعلولها، فلا يمكن وجود الإيه العلة من غير المعلول ولا المعلول من غير الإيه العلة، ولكن العلة هي التي أثرت في إيه في معلولها، بخلاف الكلام بتاع مين؟ شوف في حد قاعد على السلك، ولا حد قاعد فوق السلك، لازم لا احد يجلس على السلك، هو خلاص يا اخي. أربعة مذاهب. عرفنا مذهب الإمام الإيه الأشعري، الثاني مذهب إمام الإيه الحرمين وهو الصحيح. قلنا إنه الصحيح بمعنى الأصح، ليه؟ لأنه مذهب الإمام الأشعري صحيح أيضا، إذا الصحيح بمعنى الإيه الأولى يقول الأصح، أو أن يريد بالصحيح يعني الأصح. ليه؟ لأن مذهب الإمام الأشعري صحيح. خلاص. خايف أشيلها صوت يتأثر. والثاني مذهب إمام الحرمين. جاء الفرق بين مذهب إمام الحرمين واللي قال عليه الشيخ السنوسي وهو الصحيح، وبين مذهب الفلاسفة، ما الفرق؟ الفلاسفة قالوا دخل مخالف، يعني إيجاب علة ومعلول وما فيش فاعل مختار، يبقى العلة أثرت في معلوله ونفس الاختيار عن المخالف، اللي هو قال عليه الشيخ الدردير وما يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر. أما إمام الحرمين فقال إنهما يعني إيه لا مش علة ومعلول، ربط عقلي، بس لم يقل إنه النظر هو إيه هو علة، ولكن هو سبب عادي. خلاص. فلو شاء شوف كده معنى أنه ربط عقلي، خفض الصوت شوية، معنى أنه ربط عقلي بأنهما قدرة الفاعل المختار تتعلق بوجودهما معا أو بعدم وجودهما، فهذا إيه هو يعني الله تعالى يختار أن يوجدهما ويختار ألا، فهذا لا ينافي الاختيار الربط العقلي. كل ما في الأمر إنه يصبح الربط بينهما إيه عقليا، يعني لا يمكن توجد المقدمات او الدليل من غير الايه من غير النتيجه، ولا النتيجه من غير الايه من غير الربط بينهما، لكنهما فعل الخالق او القادر المختار، فكيف يكون الربط عقليا ويكون الايه ويكون بالاختيار؟ او ده السؤال، لان احنا بنفهم من كلمه عقلي نفي الايه نفي الاختيار، لكن لا، هذا لا ينافي الاختيار. زي ايه؟ التلازم بين الجوهر والعرض. الله تعالى لا يخلق العرض وحده،
ولا الجوهر وحده، فإما أن يخلق الجوهر بأعراضه أو لا يخلق الجوهر وأعراضه، أو ده معنى إيه الربط إيه العقلي. ولكن وجود الجوهر ووجود أعراضه مع أنه في تلازم بينهما لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولكنهما فعل إيه الخالق أو القادر المختار. إيه معنى فعل القادر المختار مع أنه تلازم عقلي؟ يعني إن شاء أن يوجدهما لا يوجد واحد دون الآخر. الكلام ده يقال فين؟ في كلام الأشعر اللي هو الإيه العادي. فقال لك يمكن. فيبقى إذن عند الإمام الأشعري وجود العرض من غير الجوهر ده عادي، يعني يمكن يوجد هذا. أما عند إمام الحرمين لا، عقلي، يعني لا يوجد أحدهما بدون الآخر، فإما أن يوجدهما معا وإما أن لا يوجدهما معا. فهذا إيه فعل القادر المختار. ولكنه كونه يفعلهما يبقى على الوجه الممكن. ما هو الوجه الممكن؟ اللي هو وجودهما معا، وجودهما معا. أما وجود أحدهما بدون الآخر فهذا عند إمام الحرمين وجه مستحيل لا تتعلق به القدرة. أما عند الإمام الأشعري هذا من الممكنات فتتعلق به القدرة. هذا هو تحقيق الكلام بين مين؟ بين إمام الحرمين وبين الفلاسفة. نجي بعد كده ايه ال ايوه ما اعتبرش كلام ان امام الحرمين جهه مختلفه اكتر، لان هو اللي بيتكلم وانت كده هتحطلك بضعه بعد من الاراضي. بعد ما الواحد بنى البنيان واتقن بناءه ويجي يقول لك لخبط وخمط. لا اقول لك انا عشان اريح. خد بالك الأول، قلنا كم قول؟ أربعة. الأول مذهب الإمام الأشعري. إيه هو الإمام الأشعري؟ إن ربنا سبحانه وتعالى تعلقت قدرته تمام أو إرادته بخلق الدليل والنتيجة، ولكن هذا الربط اللي بين الدليل والعادي يعني يمكن يخلق أحدهما من دون أحد. والإمام إمام الحرمين قال نفس هذا الكلام، خلاص كده، انه النتيجة والدليل بخلق الفاعل المختار، الا ان بينهما ربط عقلي، بمعنى انه اما ان يوجدهما معا او لا. فهذا لا ينافي كونه فعل القادر المختار. بس عند الامام الاشعري انه وجود الدليل من غير النتيجة ده امر عادي، لانه ايه ربط عادي، بمعنى انه يوجد احدهما. أما عند إمام الحرمين قال لك لا تتعلق القدرة، لأن هذا وجود واحد من غير الثاني ده مستحيل، والمستحيل لا تتعلق بالقدرة. أما لما كان عند الإمام الأشعري من الممكن، جعل القدرة يمكن أن توجد أحدهما بدون الإيه بدون الآخر. جاء بعد كده قال إيه وللقاضي القولان، يعني قول القاضي اللي هو أبو بكر الباقلاني له قولان، قول يوافق الأشعري وقول يوافق إمام الحرمين. خلاص كده؟ يبقى له القولان مش له قولان. لو قال له قولان يبقى معناها هتبقى الأقوال ستة. لما تعيب زي إن مع العسر يسر، إن مع العسر ما دام تراجعت المعرفة تاني يبقى هي الإيه الأولى إعادة. وللقاضي القولان، يعني له قولان، قول ماشي فيه مع الأشعري وقول ماشي فيه مع إمام مين؟ إمام الحرمين. والثالث مذهب المعتزلة. الثالث اللي هو إيه؟ موضوع التولد. يعني وخد بالك برضو التولد اللي قالوا عليه المعتزلة ده لا ينافي كلام الأشعري من حيث كونه والتولد فعل القادر المختار، بس بواسطة. تمام؟ ما اللي خالفه فين؟ في أن الفاعل المختار عند الأشعري هو الله، والفاعل المختار العبد يخلق أفعال نفسه عند المعتزلة، بل الفاعل المختار عندهم هو العبد. ولذلك قال هنا إيه وعلى الأول، فهل للباري أو لمين أو للعبد؟
هنا مخالفة قول المعتزلة لقول الإمام الأشعري لا حيوافق الإمام الأشعري وحيوافق إمام الحرمين. خلاص كده. ليه؟ لأنه قالوا كلاما لا هو كلام بس كل ما في الأمر سواء كان موضوع التولد يعني معناه كأنه بفعل العبد ولكنه بواسطة يعني فعل القدرة الحادثة بواسطة النظر. يبقى القدرة الحادثة أثرت في النظر والنظر أثر في إيه؟ في وجود النتيجة. يبقى كده إيه؟ ما خالفوش من كون الفاعل قادرا مختارا ولكن خالفوا من هو الفاعل. خلاص كده. لأنه عندهم العبد يخلق أفعال نفسه بقدرة إيه؟ أو دعها الله فيه اللي عبر عنها الشيخ الدردير بقوله ومن يقل بالإيه؟ بالقوة المودعة والطبع والعلة الفلاسفة ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفي. يعني يريد مين؟ المبتدعة المعتزلة. يبقى قلنا احنا في الأول قول الأشعري لا ينافي قول المعتزلة. لا ينافي في ايه؟ يعني ينافيه ولا ينافيه. لا ينافيه في ان الربط عاد. يعني المعتزل عندهم ممكن العبد اللي هو حيخلق افعال نفسه يخلق الدليل ولا يخلق الايه؟ النتيجة. خلاص كده. ما هو خالق يعني كان ما تقوله في الخالق المختار تقوله في هذا بس في الافعال الاختيارية فقط. الافعال مش في كل شيء ولكن الأفعال الاختيارية عندهم بخلق الله تعالى المعتدل لكنها بواسطة إيه؟ يعني عارف مزاجهم في التولد واضح من عقيدتهم لأنهم قالوا العبد يخلق أفعال نفسه بواسطة إيه؟ القوة المودعة. بدينا تولد ولا مش تولد حتى في تقرير مذهبه. ويرحم الله تعالى سيدنا الشيخ الزمخشري لأنه تاب من الاعتزال. كانت له قصة طريفة الإمام الزمخشري اسمه إيه هو جار الله عاش في مكة مدة طويلة وكف بصره وتزوج في آخر حياته. وهذه القصة أنا قرأت هنا في الرواق العباسي كان فيه مخطوطات مجاميع كده كان اسمها تحت عنوان مجاميع كانت من المكتبة الأزهرية هنا ورانا. فوجدت أن الزمخشري رجع عن الاعتزال. إيه اللي خلاه رجع؟ قالوا لما تزوج مسألة المعاشرة الجنسية للرجل الكبير مرهقة تعب زي كأنه يقاتل في سبيل الله. فلما يعني قام بهذا الأمر المعاشرة أصابه الإعياء والتعب. فقالت له زوجته قم عد يعني عد إلى إيه؟ إلى المعاشرة أو إلى الجماع مرة أخرى. فقال والله لا أقدر يعني أصبح غير قادر. فقالت ولماذا لا تقدر وأنت تقر في مذهبك أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية مدام ده فعل اختياري. ده فعل اختياري ولا اضطراري؟ قم فاخلق قدرة. فعلم الزمخشري بطلان مذهبه بدليل عملي واضح جدا. والله ما عارف المرأة دي جت منين. من الأولين تسلط عليه غريب يعني سبحان الله. شوف لا نفع معاه كلام المزال ولا نفع معاه كلام كل ذلك. فجاءت هذه المرأة راحت أوقفته إيه؟ عند حده. خلاص كده. يبقى مذهب المعتزلة ده مذهب غريب. قالوا إيه؟ والثالث إيه؟ مذهب مين؟ المعتزلة. ما هو مذهب المعتزلة؟ اللي هو إيه؟ القدرة الحادثة. خد بالك الحادثة طالما قال الحادثة يبقى قدرة مين؟ قدرة العبد. ومش معقول حتكون قدرة لا حادثة ده مصيبة. أثرت التأثير لها
في وجود النتيجة. يبقى فهمنا الآن أن الفاعل المختار هو مين؟ يبقى ما فيش تنافي بين المعتزلة والأشعري من حيث إن الفاعل المختار، ولكن من حيث إنه هو إيه؟ الله ولا هو العبد. وما فيش تنافي بين أن الربط بينهما عادي، فالمعتزلة لا يجعلونه تلازما عقليا ولكنه تلازم عادي، بمعنى إذا شاء. بس إذا شاء هنا مش الله، إذا شاء أي العبد أن يوجد أحدهما بدون الآخر يجوز. يبقى الربط عادي ولا مش عادي؟ يبقى وافق قول الأشعري كلام المعتزلة من جهة أن الربط عادي خلاص، ولكن يخالف طبعا من جهة التأثير، فالتأثير عندهم للقدرة الإيه؟ الحادثة، وعند الأشعري للقدرة الإيه؟ القديمة. أربعة مذاهب، الأول الأشعري والثاني إمام الحرمين وهو الصحيح، وللقاضي إيه؟ القولان، يعني قول يوافق الأشعري وقول يوافق مين؟ لا إمام الحرمين يوافقش القاضي المعتزلة أبدا. والثالث مذهب المعتزلة. ثم قال إيه في ملاحظة قال إيه؟ واستثنوا من ذلك، طبعا القدرة الحادثة بتؤثر في النظر خلاص كده، يعني القدرة الحادثة أثرت في وجود النتيجة بواسطة النظر خلاص، أن يوجد الفعل فعلك أنت هو النظر، أوجد لك فعلا آخر اللي هو النتيجة خلاص كده، فهمنا ده التولد. استثنوا من ذلك النظر التذكري، قلنا الأنظار كان ثلاثة في ابتداء، ده ليس مستثنى اللي هو لم يتقدم إيه؟ ده بفعل الإيه؟ القدرة الحادثة وتولد عنه الإيه؟ النتيجة. وفي نظر تذكري، إيه الفرق بين الذكري وبين الإيه؟ التذكري. التذكري والذكري، الأول اللي هو التذكري تقدم للنفس إدراكه ثم استرجعته بعد نسيان، اللي هو ده إيه؟ التذكري. تقدم للنفس إدراك ثم استرجعته لتذكري من غير نسيان، أما الذي عاد إليها من غير استرجاع هو إيه؟ الذكري. يبقى إيه الفرق بين الذكري والتذكري؟ التذكري تقدم للنفس إدراك ثم استرجعته بعد نسيان، يبقى تذكر. أولم نعمركم إيه؟ ما تذكر فيه من تذكر، يبقى هو إيه؟ استرجعته جاي تذكرته. طب والذكري؟ غفلت عنه، غفلت بس ولم تنسه، وأتاها من غير استرجاع. فهمت الفرق بين الذكري وإيه؟ يبقى الأنظار إيه؟ كان ثلاث، ابتدائي، ابتدائي يعني لم يتقدم للنفس، وتذكري وهو الذي تقدم لها واسترجعته يعني قاعد يحاول يجيب لحد ما الشبكة ايه يبقى اسمه ده ايه تذكري، وذكري وهو الذي تقدم لها ثم اتاها من غير ايه. المعتزلة طبعا عندهم النظر اللي هو الابتداء ده لخلق العبد خلاص. طيب استثنوا التذكري فقالوا فيه بقول الإمام، يعني بقول إمام الحرمين اللي هو الثاني. ليه؟ لأنه كالنظر الذكري أي الضروري، وهذا إيه؟ لا يحتاج إلى إيه؟ إلى تأثير خلاص. إذن استثنوا إيه؟ حاجة واحدة فقط، التذكري خلاص. فقالوا فيه بقول الإمام لأنه أي التذكري كالنظر الذكري أي الضروري. وهنا تحت بيقول قوله كالنظر إيه؟ ما خلصنا الحاشية ولسه يا مولانا؟ ده يا ريت تجيب لنا اللي واقفين عليه بقى.
نوعين عن قوله بين الدليل. طيب يلا. رابط بين هذا الرابط بين الدليل والنتيجة. ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وله. قال المحشي رحمه الله ونفعنا به وبالدار الأمين. قوله وهل الربط بين الدليل والنتيجة أي بين العلم بهما أو الظن. ما هو يمكن المقدمات دي تكون يقينية فتكون النتيجة يقينية كده. وإذا كانت المقدمتين واحدة ظنية الاثنين ظنيتين فلازم تكون النتيجة ظنية. طب واحدة يقينية ولازم تكون النتيجة ظنية ولا تكون يقينية إلا إذا كان المقدمتين يقينية. وذلك قال إيه بين الدليل وبين يعني بين العلم بهما أو الظن. يعني هل يكون إدراك النتيجة على جهة العلم يعني اليقين ولا على جهة الظن؟ ممكن كده وممكن كده. مش الفكر يؤدي إلى علم أو إلى أو غلبة بس. قوله الآفات أي التي تحصل عقب النظر وقبل استنتاج النتيجة. كل النتيجة في المقدمة الأول تنتقل بعد كده لمرحلة اليقين. كيف هذا؟ وحسب النتيجة بحسب المقدمات. مقدمتين يقينيتين يبقى النتيجة يقينية. الاثنين ظنيتين يبقى ظنية. واحدة ظنية والثانية قطعية موجب وسالب يطلع ايه سالب. قوله الآفات فلا يمكن عند نفي الآفات العامة كالموت ونحوه التخلف. قوله الآفات أي التي تحصل عقب النظر وقبل استنتاج النتيجة. يعني عقب النظر يعني النظر تم ولكن لسه لم يصل إلى الاستنتاج. فحصلت الآفات العامة زي النوم والإغماء والموت والجنون. خلاص كده؟ قوله العامة أي المانعة من الإدراك. يبقى العامة يعني تعم تمنع من إدراك النتيجة وغيرها وسميت عامة. أما الخاصة تمنع من إدراك النتيجة فقط لكن لا تمنع من غيرها. قوله العامة أي المانعة من الإدراك مطلقا كالموت فإنه مانع من الإدراك مطلقا. وأما الخاصة كالعلم بالمطلوب فإنها لا تمنع من الإدراك مطلقا بل من العلم بذلك الشيء فقط لأن العلم بالشيء مانع من تجدد العلم به من الدليل لما يلزم من تحصيل الحاصل. يعني انت مثلا عالم بالنتيجة يبقى إذن بعد ما تجيب المقدمتين وانت على علم بالنتيجة لا يحصل لك علم. هذا يمنع من حصول العلم عقب المقدمتين لأنه موجود فلو حصل لكان تحصيل حاصل. قوله ونحوه أي كالجنون. الضمير يرجع إليه ونحوه كالموت ونحوه لا نحوه يعني نحو الموت نحوه يعني الموت يعني ونحو الموت زي الجنون والإغماء. قوله ونحوه أي كالجنون. قوله أو بالتولد هو أن يوجد أو بالتولد هذا هو كلام المعتزلة. وتعريف التولد أقولنا والقول بالتولد لا ينافي أن الربط عادي. وهو أن يوجد فعل لفاعله فعلا آخر كحركة اليد لحركة المفتاح وهو معطوف على محذوف والتقدير. وهل الربط عادي متلبس بغير التولد؟ أهو شرح الشيخ الحامد له لما قال فيما محذوف رتب لنا القسمة اللي كان عاوزها مين الشيخ اليوسي. شوف كده قال لك والتقدير. شوف كده وهل الربط عادي متلبس بغير التولد؟ يبقى معنى كده التولد لا ينافي ان الربط عادي او عادي متلبس بالتولد. يعني العادي على نوعين في عادي متولد وفي عادي غير العادي اللي هو غير متولد. ده كلام الاشاعره
أو كلام الإمام، مش عاوزين نقول الأشاعرة ليه، لأنه الباقلاني والجماعة الثانيين دول إمام الحرمين دول أشاعرة برضه، فعشان كده يقول قول الأشعري، لأنه الأشاعرة ليس لهم قول واحد، بل الأشعري اللي هو الشيخ الكبير له قول، والباقلاني أشعري له قولان قاضي، وإمام الحرمين له إيه؟ والأقوال كان كده، إمام الحرمين الاثنين والأشعري اللي واحد، لا إمام الحرمين واحد والأشعري واحد والقاضي اثنين، والقاضي بس القاضي اثنين يرجعوا له، لأنه إيه هو منسوب واحد مع الأشعري واحد مع إمام الحرمين، هم في الحقيقة كان قول اثنين بس كأنه أصبح إيه قول الأشعري وقول مين؟ إمام الحرمين. ضرب القاضي ليس له قول، مرة مع ذا ومرة مع ذا قبل الانتخابات مع الأشعري بعد ماشي مع ذا أو حد يجمع بالقول ماشي ماشي. وهل الربط عادي متلبس بغير التولد أو عادي متلبس بالتولد؟ فالعبد خلق بقدرته الحادثة العلم بالدليل، فالعبد بشرح لك هنا قول المعتزلة شرح جميل، شوف الشيخ الحامد رضي الله عنه، فالعبد خلق بقدرته الحادثة العلم بالدليل، والعلم بالدليل نشأ عنه العلم بالنتيجة، هذا التولد ده. يعني معناها العبد خلق العلم بالدليل خلاص كده، والعلم بالدليل ده خلف أنجب، ما هو تولد بيولد، يعني كان مثلا يعني زي امرأة حبلى فألقت حياة يلا. قوله أو بالإيجاب، أو بالإيجاب ده كلام مين؟ الفلاسفة. قال عطف على محذوف والتقدير، أه جميل جدا، تقسيم حلو كده غير في الشرع ده ماشي مع مين؟ مع الشيخ الوسطي. والتقدير أو عقلي متلبس بغير الإيجاب أو متلبس بالإيجاب، يبقى العقل على نوعين والعادي على نوعين، العادي متلبس بالتولد وعادي عادي من غير حاجة عادي كده صرف، وفي عقلي متلبس بالإيجاب ده كلام الجماعة الفلاسفة، وفي عقلي متلبس بغير الإيجاب ده كلام إمام الحرمين. يبقى إمام الحرمين وافق الفلاسفة في كونه عقليا ولم يوافق في مسألة الإيجاب، لأنه عنده بتأثير الفاعل المختار. أو الربط عادي وعقلي، العادي متولد غير الله يفتح متولد معتزلة، يبقى الربط اثنين فقط عادي وعقلي عقلي. وكل منهما ينقسم إلى قسمين، عادي متولد معتزلة غير متولد أشعري، عقلي واجب فلاسفة غير واجب إمام الحرمين، بس كده تمام قطعت أو قطع قول ناجي كله قطعت جريدة قولة خلاص فهمتوه عشان ما تقولش هم اثنين عادي وعقلي، بس العادي نوعين تولد يبقى معتزل، عادي عقيم غير ولادة وعادي متولد وبعدين عقلي متلبس بالإيجاب، يعني عقلي إيجاب وعقلي من غير إيجاب، إيجاب فلاسفة غير إيجاب إمام العقل، وبرضه معاه الباقي اللاني في قول في حالة من الأحوال قوله أو بالإيجاب عطف على محذوف والتقدير أو عقلي متلبس بغير الإيجاب أو متلبس بالإيجاب أي التعليل، فالعلم بالنظر واقع بقدرة العبد. شوف الآن بيشرح إيه دلوقتي، هو بيشرح مذهب الفلاسفة، فالعلم بالنظر واقع بقدرة العبد وهو علة في العلم بالنتيجة مؤثر فيه، أو ده الإجابة ده. لأن الإجابة ينفي أو ينافي كون فعل الفاعل المختار. فالعلم بالنظر واقع بقدرة العبد وهو علة في العلم بالنتيجة مؤثر فيه، يعني مؤثر فيه في تأثير. والربط عقلي لامتناع تخلف المعلول عن علته المؤثرة، بس خد بالك عند الأشعري سبب مش علة مؤثرة،
السبب في ربط بين السبب والايه والمسمى، ولكن السبب ليس الذي هو اكثر في وجود مين المسبب. عند الاشاعره كده في سبب وفي ايه مسبب وفي حاجه ثاني وراء المسبب بكسر الباء. اما عند الفلاسفه في سبب وفي ايه مسبب بس، ما فيش مسبب لان السبب هو المؤثر. نعم. شفت هو الايه المؤثر. يلا. قوله بمعنى ان النظر اي التصديق به. قوله في وجود المعلول اي الذي هو العلم بالنتيجه. يبقى النظر عله والنتيجه ايه المعلول، او ده العله والمعلول. قوله وهو الصحيح، مذهب امام الحرمين هو الصحيح الاولى الاصح، لان قول الاشعري صحيح لا فاسد. لانه لو قال وهو الصحيح وكانت الصحيح ليس معناها الاصح، ومعنى هذا ان قول الاشعري فاسد. نعم. رغم انك لو رجعت في كلام فاكر الشيخ ناجي اللي هو شرح البيجوري في موضوع التولد وهو مذكور في السلم. واجب عقلنا وعادينا والاول المؤيد. مين اللي قال كده؟ الاخضر جاء الشيخ البيجوري باخضر فرجح مذهب فرجح المصنف الاخضر مذهب امام الحرمين. قال والاول المؤيد، اما جاء الباجوري تحت راح مبهدل امام الحرمين. ايوه. ارجع هنا السنوسي بس ايه احتراما له ايد مين امام الحرمين. ما رضيش يضرب فين في انما الباجوري ما خلاش الرجل، فاحنا خلينا مع مين؟ مع الباجوري عشان ما نغيرش مذهبنا. إلا أن الباقلاني أو إمام الحرمين لم يخرج عن مذهب الأشاعرة إلا في جزئية، وهذا غير مؤثر. نعم. المسائل كده اختلفوا فيها زي الخلاف بين الأشاعرة وبين الماتريدي. نعم. خلاص. لكن برضو شيخ والاحترام لكنه ولكل وجهة. يلا. طول التذكر هو الذي تقدم للنفس إدراك له واسترجعته بعد نسيانه. قوله الإمام يبقى التذكر الذي تقدم للنفس إدراك له واسترجعته بعد، وذلك ثم يتذكري. نعم. أما الذكر هو نفسه بس إيه أتاها من غير استرجاع. ذكري ذكر هذا كأنك زي الحفظ، ذكري معناه هو في ذاكرتك وفي حافظتك، فيجي لك من غير ما تسترجعه، انما لما تنساه يروح ايه تقعد تفكر فتسترجع، هذا يسمى تذكري. خلاص. وانت الان بتقرا القران ده وسمحت لي من البقره الى الانعام من غير ما هذا هو ذكري يعني حفظ. اما هو يعني بيجي لك من غير ما انك حافظ متقن، انما تقعد واقف ويسيبك الشيخ وتقعد تتردد وتفكر شوية وبعد ايه هذا اسمه ايه التذكري. يبقى ممكن نقسم حفظ الناس اللي حافظين القرآن اللي هو كل شوية ينسى ويرد ده في الصلاة، وهذا حفظه تذكري. اما الحفظ اللي هو يجي على طول معاه ده ذكري. خلاص. اللي لسه بيحفظ جديد كده ابتدائي زي بالضبط زي كده. قوله الإمام أي إمام الحرمين المتقدم ذكره قريبا، اللي هو عبد الملك أبو المعالي الجويني وهو عراقي وسمي إمام الحرمين لأنه كان يفتي في الحرمين في مكة والمدينة. قوله كالنظر الذكري هو الذي تقدم للنفس إدراكه ثم غفلت عنه ولم تنسه وأتاها من غير استرجاع. خلاص كده. يعني هم المعتزلة استثنوا ايه النظر التذكري، فقالوا فيه بقول مين؟ بقول امام الحرمين. يعني كأنه المعتزلة ماشيين مع امام الحرمين في ايه؟ في ان الربط بين المقدمات وبين النتيجة ربط عقلي، ولكنهما بفعل مين؟ القادر المختار. بس القادر المختار عندهم مين المعتزلة؟
القدرة الحادثة، وعند إمام الحرمين القدرة الإيه؟ القديمة. والمعتزلة واستثنوا، مين اللي استثنوا يا شعبان؟ المعتزلة. مين عندك أنت الأشاعر؟ مين اللي استثنوا؟ استثنوا المعتزلة، فقالوا بقول الإمام المسألة مسألة المعتزلة، وافقوا إمام الحرمين في إيه؟ قالوا لأنه كان نظر الذكر أي الضرورة في التذكري، مش في إيه؟ مش في الابتدائي. خلاص؟ يعني كأن الأنظار ثلاثة، وافق إمام الحرمين في واحد اللي هو إيه؟ التذكري. قوله الضروري وصف كاشف، أي الذي يحصل بغتة بدون إعمال فكر. لي لماذا وافق المعتزلة؟ يعني لي لماذا خالفوا؟ هم خالفوش مذهبهم، قالوا لأنه ده مش عاوز فكر. مش احنا بنقول الفكر اللي هو النظر هو اللي أثر؟ نعم. هي هنا مفيش فكر أصلا، أصلا يحصل بغتة، بيحصل كده وحده يعني. يبقى وافقوا مين هنا؟ إمام الحرمين. نعم. فإنه بس خد بالك، مش وافقوا كده على كل خط، وافقوا في كون الربط بين النظر وبين النتيجة عقلي، ولكنه عندهم بالقدرة الحادثة وعند إمام الحرمين بالقدرة القديمة، إلا أنه لا يتخلف. طب لماذا غيره عند المعتزلة يتخلف؟ لأنه في إعمال فكر، إنما ده يحصل بغتة بدون إعمال فكر، فكيف يكون متولدا؟ فعشان كده خرموا مذهبهم، راحوا مشوا مع مين؟ لأن هذه كانت هتهد المذهب على رأسه. طب ماذا تقول إذا كان النظر ده يتولد الفعل القادر اللي هو النظر ويتولد عنه، وهنا جاءت النتيجة من غير إعمال فكر؟ راح قال لا، الموضوع ده احنا ما ماشيين مع إمام الحرمين. وشوف التعليم بيقول ايه؟ الضروري وصف كاشف، اي الذي يحصل بغتة بدون اعمال فكر. قال الشارع رحمه الله والرابع مذهب الحكماء، والرابع مذهب الحكماء، الرابع اللي هو الايجاب اللي هو ايه؟ العلة اثرت في وجود المعلول، وهناك تلازم بين العلة والمعلول، والتلازم عقلي. قال والرد على الأخيرين بما يأتي من وجوب مين إسناد. من هم الأخيرين؟ المعتزلة والفلاسفة. كيف نرد عليهما؟ والرد على الأخيرين بما يأتي، وتحط نقطتين كده، يعني اللي هو ايه بعد كلمة بما يأتي هو ده الرد، من وجوب ايه؟ إسناد وقوعي الممكنات كلها إلى الله تعالى ابتداء. ولما تقول كده رديت على مين؟ رديت على المعتزلة وعلى الحكماء. والرد على الأخيرين بما يأتي من وجوب إسناد وقوع الممكنات كلها إلى الله تعالى ابتداء. لماذا قال وقوع وجوب إسناد وقوع الكائنات كلها إلى الله ابتداء، ويكون بهذه الجملة رد على الاثنين؟ لأنه عند المعتزلة تسند إلى الله لكن ليس ابتداء، فإنما بواسطة، مش كده؟ يعني هي مسندة إلى الله بس مش ابتداء، مش مباشرة. وعند الفلاسفة لا تسند إلى الله أصلا، ده تسند إلى العلة. فلما أسندنا التأثير إلى الله أبطلنا مذهبين. وبعدين لما قال وإبطال أصل التولد والتعليل على سبيل التأثير، ده إيه؟ وإبطال أصل التولد والتعليل على سبيل التأثير، يبقى هذا هو ايه؟ الرد على الاخيرين. كيف ترد؟ تقول ايه؟ انه يجب اسناد كل الممكنات الى الله ابتداء، ونبطل مسألة الايه؟ التولد الاصل، ونبطل التعليل على سبيل الايه؟ التأثير. واما مذهب
اما مذهب السمانية لا هات الحاشية المحشي رحمه الله مش هنقدر نروح للسمانية دلوقتي. نعم. قوله اصل التولد الاضافة للبيان يعني ايه قوله وابطال اصل التولد يعني ابطال التولد اللي هو الاصل او الاصل اللي هو التولد خلاص يعني ابطال التولد لان الاصل الذي بنوا عليه ذلك هو التولد الاضافة للبيان يعني الاصل الذي هو ايه التولد قوله على سبيل التأثير اما بمعنى الربط لا مش اما يعني هنبطل اصل التولد ونبطل التعليل اللي هو على سبيل التأثير ولكن التعليل له معنى اخر التعليل اما يعني اما التعليل بمعنى الربط العادي او الشرعي فهو صحيح يعني اذا قلنا بالعلة والمعلول بس ليس على سبيل التأثير ولكن على ايه على سبيل الربط العادي او الربط الشرعي فهذا صحيح نعم اما بمعنى الربط العادي او الشرعي فهو صحيح اذا اما يعني ايه اما ايه الرابط العادة او الرابط الشرعي لا اما التعليل وإبطال أما التعليل يعني التعليل اللي هو باطل اللي هو على سبيل التأثير إنه العلة أكثر استنى بعد الأذان بس السطر ينمسك التأثير يبقى التعليل الباطل اللي هو على سبيل الايه التأثير اما بمعنى الربط العادي او الشرعي هو صحيح اما اذا كان التعليل بمعنى الربط العادي او الربط الشرعي فهو صحيح يعني صحيح يعني ليس باطلا نحو احراق الثوب متولد من امساس النار له فهذا التعليل يعني ايه العلة في ايه احراق الثوب امساس الايه او مس النار له فهذا تعليل صحيح لانه بمعنى ايه بمعنى الربط العادي وليس بمعنى ان النار هي التي ايه اثرت هذا باطل من يقول بالطبع ومن يقول بالقوة خلاص وعاوز يجيب لك ايه تعليل اخر اللي هو التعليل الشرعي اللي هو بمعنى الربط الشرعي حرمة الخمر متولدة من إسكارها لأنه ده تحريم الخمر تحريم شرعي خلاص والإسكار سبب علة مش كده مش ده في أصول الفقه نعم. علة ونحو العلة بس العلة هنا مش بمعنى التأثير العلة هنا بمعنى الربط يعني بين الإسكار وبين تحريم الايه الخمر هذا ربط شرعي لأن الله تعالى جعل السبب في التحريم هو الإسكار أو العلة في التحريم هي الإيه؟ هي الإسكار ونحو العلة في حرمة الخمر إسكارها والعلة في احتراق الثوب إمساس النار له فقوله على سبيل التأثير راجع لكل من التولد وإيه؟ والتعليل يعني في تولد على سبيل التأثير عند المعتزلة وفي تولد على سبيل الربط هذا ايه صحيح وفي تعليل على سبيل الربط العادي او الشرعي وفي تعليل على سبيل الايه التأثير فما كان على وجه الربط العادي او الشرعي فهو صحيح وما كان على سبيل التأثير فهو ايه باطل بعد كده في شبهات ذكرها لطائفتين مذهب السمانية دولة المانعين إفادة النظر مطلقا والمهندسين المانعين إفادة النظر في الإلهيات هي الكلام عن شبه السمانية وشبه مين المهندسين في
الدرس القادم إن شاء الله في يوم الأربعاء والله تعالى أعلم. إذا حنقف عندي وأما مذهب مين؟ السمنية. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ونداءك لنافك كلما سيدنا محمد وعلى